أيها الإخوة الكرام، إذا أنعم الله عليك براحة البال لا تقدر بثمن، راحة البال. الله قال سيهديهم ويصلح بالهم، صلاح البال بتنام قرير العين، تنام ملء جفونك، لأنك وأنت نائم لم يتعلق بك حق، ما آذيت إنساناً، ما ظلمت مخلوقاً، ما كنت سبب شقاء أسرة، ما بنيت مجدك على أنقاض الناس، ما بنيت غناك على إفقارهم، ما بنيت عزك على إذلالهم، ما بنيت أمنك على إخافتهم، ما بسست رعب في قلوب الناس، ولا ابتززت أموالهم، ولا انتهكت أعراضهم، ولا فرقت بينهم، ولا أورثت بينهم العداوة والبغضاء. أنت إنسان معطاء، إنسان مصدر أمن للناس، مصدر سلام.